على الرغم من تضاريسها المعقدة، إلا أن جبل جالس وجبل إلياس في مديرية القبيطة بمحافظة لحج هي الأهداف القادمة لميليشيا الحوثي وقوات المخلوع، حيث تحاول الوصول إليها بغرض السيطرة عليها واستخدامها منصة عسكرية بحسب قيادات ميدانية. موقع استراتيجي كبير مطل على المناطق المحررة في الجنوب وبالذات مطار العند ومحافظة لحج حتى طور البحر. طبعا السلسلة الجبلية الموجودة هي مغرية، وهم يحاولوا بكل الوسائل، طبعا 4 أيام مستمرة في هجوم متواصل على هذه المنطقة، ولكنهم لم يفلحوا ولن يقدموا شيء. خلال الأيام القليلة الماضية تتعرض منطقة الكعبين لقصف مكثف من قبل الميليشيا بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى سقوط ضحايا ودمار طال المنازل والممتلكات، كما دفع بالكثير من أبناء هذه المناطق إلى النزوح لاشتداد المعارك فيها. نحن نقاتل بهذا السلاح الشخصي العادي، بينما العدو أو الطرف الآخر يقاتلنا بالدبابات بالمدفعية بالكاتوشات ويصبها علينا ويمطرها علينا، ولكن نحن سنصمد لأن نحن ندافع. نطالب الشرعية والتحالف بدعم المقاومة لتصمد. المقاومة الآن صامدة بجهود شخصية وبجهود أفراد وبما يتوفر من سلاح. تطمح الميليشيا في السيطرة على جميع عزل المديرية من خلال محاولاتها المتكررة السيطرة على المرتفعات الجبلية لأهميتها الاستراتيجية، حيث تطل على أكبر قاعدة عسكرية تابعة لقوات الجيش الوطني. وبالنظر إلى خارطة المواجهات في المديرية، فقد توسعت المعارك في منطقة المغنية إلى منطقة ضمران ثم الكعبين التي تسعى من خلالها إلى إحكام السيطرة عليها، وسط قتال عنيف تتكبد فيه الميليشيا خسائر بالأرواح والعتاد.